كنا طريق، ما شكلنا الماء، ما عندناش الماء صالح للشراب، وما شكلنا الإنارة. هذوما ثلاثة حاجات من معناها من الأساس، هما حاجات الباس. فهمتني بالك تشوف حاشك على عينيك، كلتنا الكلاب، كلتنا حاشك الحلو في عبتنا من الجبل. اثنيك تشوف طبعا ساقينا التلامذة ما تنجمش تمشي تقرا، تصب المطر ذر صغار ما عادش تنجمش تقرا. شو نحكي لك خويا، حالة مزرية، حالة مزرية. عملنا بوبيت وحدنا، عملنا سالسيون، اجا صوروا خويا، اجا صوريهولك، عملناها احنا وصرفناها احنا مواطنين زواولة، كل واحد ساهم واحد 5000، واحد 10000، واحد كذا. جات البلدية قصتهولنا، جات البلدية قصتهولنا، ها خويا ها هو السالسيون، ها هو البوبيت، هذوكم احنا دافعين فيهم فلوس. جات البلدية قصت، حابين نعملهم بكويت شارع، تلامذة تروح في الليل على الظلمة، ونساء تروحوا للخدمة على الظلمة وكذا، حابين نعمل إنارة في معناها في الشارع الرئيسي مش الكل. جاوت البلدية قصتهن، لا عنا لا كياسات، لا عنا لوناس، لا ما عنا حد شيء خويا، منسيين، احنا منسيين يعني، لا من يجينا لا من يطل علينا. كليات معناها مربوطة بثلاثة حاجات حساسة، حساسة. الإنارة والماء وتعبيد تعبيد الطريق. هذم ثلاثة حاجات حساسة، حساسة جدا. الإنارة والماء وتعبيد الطريق، تعبين 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 إلى أقصى درجة، تعبين على الأخر. مش كنا على الماء وعلى التياس، حي السلتي، حي النسي، تبع ولاية ناب. تعبنا الماء تاع الويد، الويد طول من يصب من الجبل يصب عليه، يقدم لنا الضياء. هي معاناة كبيرة، تقعد تقعد تبش، لا تقعد ميك، لا تقعد حتى شيء. شتي فهمتني ولا لا، ما نجموش نتعدوا ولا نتعدوا، كراهب لا تطلع لنا. انا تو هاني 3 شهور مطيش لهنا، ما نجمش ما نجمش نمشي للسبيطار. حي سلتين، حي سلتين هذايا منسي جملة، فهمتني؟ منسي جملة. الماء ناقص، الماء توا السكان الفوق هنا ثم الماء، الفوق ما ثماش الماء، فهمتني؟ العباد معادية لبعضها الماء، العباد معادية لبعضها الماء. نحنا مشكلتنا، مشكلتنا الترونسبور، ومشكلتنا النقل ما عندناش. توا حمام لم يطلب عليك حتى القرنبالي باش تخلص بلاصه القرنبالي، وانت باش تفتح حي سلتين محطه، حط في حي سلتين ياخذ عليك 13% ويهزك القرنبالي، ما يرجعكش لحي سلتين. يقول لك لا، حد يحد الفندق يخدم على الفندق، ما يخدمش على حي سلتين، ومن في الهزان يهزنا، فهمتني؟ ومشكلتنا المستوصف، ما عندناش مستوصف، ما عندناش طبه، نهار واحد في الجمعه وساعه ساعه يضرب الشهر ما يجيكش، فهمتني؟